هنناقش مع حضراتكم دلوقتي الموضوع اللي كنت بقولت لكم عليه، موضوع شركات توريد عمالة مستغلة، والشركات دي بتجمع أرباح عالية جدا جدا على حساب حق وكرامة العامل اللي بيروح عندها. نقدر نقول كده إنها شركات بتلتف على القوانين، والشركة دي بتشتغل دور وسيط أو دور سمسار، شركات وسيطة بين العمال وإدارات الشركات والمصانع اللي بيشتغلوا فيها. أول حاجة بيجبروا العمال على إن هم يوقعوا عقود، العقود دي أولها كده أنت مالكش حقوق عندنا خالص، أنت محروم من أي حقوق. ده غير بقى طبعا صور كتيرة جدا جدا، صور مختلفة لعمال بيعانوا أصلا من ظروف قاسية جدا، أجور متدنية، مدة ساعات العمل بتتجاوز 10 ساعات في اليوم، والمشاهد دي الحقيقة يعني بتزيد جدا جدا، أو لكل العمال اللي وقعوا ضحية لاستغلال شركات توريد العمالة. الشركات دي بتعمل إيه؟ زي ما قلت لكم كده دور الوسيط، هي بتتيح الفرصة عشان يبقى عندها عمال، وهي اللي توردهم لشركات ومؤسسات، لكن طبعا بأساليب غير أخلاقية. تتعامل بنظرية إيه؟ هفضل مجوعك، يعني ما تدفعش الأجور بشكل كامل، تديله نص أو تأخر مرتبه، تتجاوز كل القوانين العمالية عشان يفضل العامل موجود عندها على أمل إنه ياخد مستحقاته. شفناهم على فكرة، شفنا الناس دي لما بيحتفلوا بعيد العمال، ناس بتشتغل في الأراضي، ناس بتشتغل في تصليح الشوارع، وعرضنا الفيديوهات دي وهم بيقولوا ان يعني بنتمنى بس ان المرتب يوصل 1500، فده واحد بيشتغل اليوم كله ب 1500 وبالليل بيروح يشتغل بواب ب 400 عشان في النهاية يبقى مرتبه كله ما بيتجاوزش ال 2000 جنيه. شركات توريد العمالة دي تعتبر باب خلفي عشان يبقى في تحايل على كل القوانين، وان العامل فيهم اللي موجود تبع الشركات دي يبقى زي ما قلت لكم كده بيمضي في الاول معاهم عقد ان انت مالكش اي حقوق، انت مالكش اي حقوق العمال، لا اقتصاديه ولا اجتماعيه ولا تنظيميه اللي موجوده في الشركه اللي انت رايحها دي، انت رايح اعاره مالكش حقوق. والشركات دي بتكون عباره عن انها طرف ثالث، كل وظيفته ان هو بيزود من نظريه السخره، بس سخره بشكل مودرن، سواء بين الشركات اللي في الداخل أو حتى الشركات اللي طالبة توظيف في الخارج. وخلوا بالكم أن المشكلة الأكبر بالنسبة لي الشركات اللي موجودة في الداخل مش الشركات اللي موجودة في الخارج، والعامل بيبقى بين طرفين والاتنين مستغلين ليه، وما بيقدرش ياخد حقه من أي واحد فيهم نتيجة أنه موقع على عقد عمل صعب وبنوده صعبة وغامضة، وكل تفسيرها وكل تأويلها في النهاية لصالحهم هم مش لصالح العامل. تقول لي طب وإيه اللي يجبره؟ أقول لك عشان ما يبقاش عاطل، ما يبقاش عالة على أهله، ما يبقاش عالة على والده لو شاب صغير، ما يبقاش عالة وهو شايف ابنه لو طفل صغير عايز حليب، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يدفع إيجار بيته، فبيلجأوا لده. المهم إن في ظل الوضع ده في سؤال، السؤال أنا لسه بجاوبكم عليه دلوقتي، الناس دي موقفها إيه من الحد الأدنى للأجور؟ وبعضهم بيشتغل في مؤسسات حكومية كمان، بعضهم يعني الشركات دي بتورد كمان لشركات حكومية. طبعا في مراحل كبيرة وكتيرة سابقة لحقوق الحد الأدنى، يعني حقوق الحد الأدنى إن هو ياخد 6000 اللي محروم منها دي خالص، لا دي بعيدة. في كمان إنه ما عندوش، ما بياخدش أجر حقيقي. الراجل هنجيب لكم الفيديو بعد الفقرة هنزعه لكم، بيقول لك أنا بس عايز أخد 1500 يوصلوا لنا مرتباتنا 1500. تدني راتب، مفيش تأمينات اجتماعية، مفيش تأمينات صحية، يعني لا قدر الله لا قدر الله لو واحد منهم بيشتغل في موقع فيه خطر وحاجة وقعت على دماغه، ولا مكنة عملت له إصابة في إيديه ولا في رجليه، خلاص يترمي في الشارع، يترمي في الشارع. والمهم إن الناس دي عدد كبير منهم جدا، العمال دول بيشتغلوا نفس الشغل، نفس الشغل اللي بيقوم بيه زميل آخر ليهم، لكن دول لأن هم رايحين من الشركات الوسيطة دي ما عندوش أي امتيازات، فبيبقى نفس اتنين عمال في نفس الشركة، واحد بامتيازات وواحد من غير امتيازات، ما لهمش حق لا تنظيم ولا انضمام ولا مطالبة،
ملهمش اي حقوق خالص ولا حتى ان هم ينضموا لاي نقابه. وزاره العمل كانت اصدرت كتيب كده دوري لمديريات العمل ومكاتب العمل في المحافظات، والمفروض ان الكتاب ده بيوضح القواعد التنفيذيه لفكره زياده الاجور، وبينص على المتابعه معاها لو مكاتب العمل حتى بالاشتراك مع التامينات عندها، لو هي عندها رغبه حقيقيه، لو عندها رغبه حقيقيه المفروض ان هي مش بس تطلع كتيب دوري توزعه عليهم وخلاص، لا، دي تلزمهم بالتطبيق، تلزمهم بالتطبيق. برضو شركات توريد العمالة دي أولا كتير منها جدا غير قانوني، يعني ما عندهمش أوراق ولا أي حاجة. لكن الجديد بقى، الجديد إن بقى بعض من الشركات دي حكومي، شركات توريد عمالة أو شركات توظيف مملوكة كليا أو حتى بنسبة 50% للحكومة، للحكومة، زي الشركات مثلا اللي تعاقدت مع مقاولي توريد العمال وكلت حقوقهم، كلت حقوقهم وبالالاف. عندنا بنوك كمان، بنوك حكوميه وعندها الاف من العمال، والالاف اللي عندها دول جايين لها من شركه توريد العماله، وده مخالف للقانون. يعني ده مخالف للقانون، والسبب ايه؟ ان احنا عايزين العامل ده لما يمشي ما يبقالوش اي حقوق عندنا. من الجهات بقى اللي بتتعامل مع شركات توريد العمالة، البنك الأهلي، البنك الأهلي المصري، أكبر وأول بنك موجود في مصر، مش البنك الأهلي بس، شركة بتروجيت، أكبر شركة مقاولات في قطاع البترول، بيتعاملوا بنفس الطريقة. ده غير 21 شركة تانية مملوكين إما كليا أو جزئيا للحكومة. يعني الحكومة نفسها هي اللي بتمارس نشاط توريد العمال الغير قانوني، وعندها شركتين أساسيتين بتوعها هي اللي بتملكهم 100% عشان يوردوا للشركات اللي بتعمل في قطاع البترول. الشركة الأولانية اسمها شركة الخدمات البترولية أبيسكو، ودي موجودة في الأسكندرية، بتشتغل إنها تورد عمال. والشركة التانية اسمها بترومنت، أبيسكو بترومنت، أبيسكو بترومنت. دول يقول لك ايه، مطلوب عمال للتوظيف و و و، فتروح لعندهم احنا هنشوف لك شغلانه. على فكره وبيدفعوا فلوس، العامل اللي بيروح بيدفع رسوم وبيدفع حاجات كده عشان يعني ورقه يتقبل ويمشي، وفي النهايه يروح يشتغل بالسخره، بالسخره. في مؤسسه اسمها اريك كانت عملت تقرير في 2022، والتقرير ده اتبين منه أعداد عمال التوريد جوه الشركات، عقود إذعان، شركات حكومية بتشغل عمالا بالسخرة، واللي كان عامل التحقيق كان إيهاب زيدان، وكانوا عاملين تقرير مع واحد من العمال وهو كان بيشتغل سواق في بتروجيت، وبيحكي اللي حصل معاه والتفاصيل اللي عانى منها. تعالوا نسمعه. تثبيت جميع العمالة المؤقتة في الجمهورية في جميع المؤسسات وفي جميع الشركات. بتروجيت أخذت القرار دوت تمام وقالت لا، الكلام ده مش هينفع معانا، احنا الناس اللي هي جوه الشركة وعقودها متفعلة، الناس ديت اللي هيطبق عليها قرار التثبيت، والناس اللي هي فاصلة العقود بتاعتها تمام، الناس ديت مش هترجع الشركة تاني خلاص. تمام. كان قرار نهائي منهم. طب يا جماعة احنا في ناس بقالها 15 سنة شغالة وكانت بتفصل وبتجدد، تفصل وتجدد، قال لك لا مش هيرجعوا تاني خلاص، مالهمش رجوع عندنا. وقال هنشوف الفترة اللي جاية حسب المشاريع هنحاول نرجع مجموعة منهم. تمام؟ والناس اللي جوه في الشركة اللي هي هيطبق عليها قرار، لو بقاله يوم بس في الشركة ده اتطبق عليه ايه؟ طبق عليه قرار التثبيت تدريجيا. 15 قال لك هنعمله حاجة اسمها عقد ميومة. عقد ميومة دوت هو اساسا كان طالع لينا احنا عشان يرجعونا، بس ده اللي كان ايه؟ ده اللي كان بيتقال، بس الحقيقة ما كانتش كده. الحقيقة ان عقد ميومة دوت اتعمل عشان اهدار الحقوق اكتر واكتر، وظلم العامل المفصول اللي بيطالب بحقه للرجوع اكتر واكتر. تثبيت جميع العمالة المؤقتة. ده غير كمان ان في بعض المواطنين اللي تعرضوا للعمل بالسخرة هم كمان كتبوا وحكوا اللي بيحصل معهم. قالك شركات توريد العمالة ده الاسم الاخر لتجارة الرقيقة. وفي كمان اللي كتب وقال توريد عمالة بالقاهرة، شركة توريد العمالة في القاهرة هي جزء اساسي من البنية التحتية الاقتصادية في مصر، حيث تلعب دورا هاما في تلبية احتياجات العديد من الصناعات والشركات
في مختلف القطاعات. تتخصص هذه الشركات في توفير العمالة. وفي كمان محمد اللي كتب وقال لو ما تعرفوش برضو جزء مش قليل من عمال بيبسي من عمالة بيبسي وشركات الأغذية عموما مش بتعيين موظفين بصورة دائمة وبتجيب مكانهم عمالة غير منتظمة عشان حبت تسرحهم في أي وقت ما يبقاش ليهم أي حقوق وشايلة إيديها لو واحد منهم اتصاب، غير مصايب مكتب توريد العمالة ده حكاية لوحده. طبعا في تأثيرات سلبية لفكرة استغلال العمال بصورة كبيرة جدا على المجتمع، يعني المجتمع نفسه بتحصل عليه آثار سلبية زي مثلا انتشار البلطجة. دي من الحاجات اللي ممكن انها تنتشر وممكن انها تزيد، اللي هي بقى الأمراض الاجتماعية. الأمراض الاجتماعية تبدأ تزيد، أولا مناخ العمل مفيش رعاية، الجريمة تزيد، وده طبعا هيأثر على الأمن الاجتماعي. هل في حلول ولا مفيش؟ لا طبعا مفيش حاجة ملهاش حلول. يكون في مقترحات، يكون في حلول عشان حاجة واحدة بس، نحد من ظاهرة استغلال العمال. يعني يكون في رقابة، يكون في تشديد على الشركات دي، خلاص بما إنها موجودة وبعضها حكومي وعايزينها تمام، بس على الأقل ما تشغلهمش في الصخرة. قوانين عشان تحمي حقوق العمال، ننشر التوعية بحقوقهم مع ان هم عارفين حقوقهم، بس هم اللي بيقبلوا بقى، يعني هم كمان بيقبلوا بسبب برضو ان هم مش لاقيين شغل ومش عارفين يفتحوا بيوتهم ازاي. لكن لو الحكومه عايزه تحد من الظاهره دي والحكومه عايزه تحل الازمه دي تقدر بصوره كبيره جدا. العامل هو عمود المجتمع، هو عمود المجتمع، وهو اللي المفروض الصناعة بتنهض بيه والزراعة بتنهض بيه وكل مستويات كتيرة جدا ممكن تنهض بالعامل. لو حس انه مرتاح وحس ان كرامته متصانة وحس ان حقوقه موجودة هيديك افضل، هيديك عينيه. لكن ما تبقاش انت جايبه عشان تعامله معاملة الصخرة ومنتظر انك تاخد منه نتيجة ايجابية.